ميشون قالت الحاكم اللي سميتو فيليب بلا باغا تمشي هي واندريا من هاد المدينه، وهو ما كان عنده حتى شي مشكل. ومني كانوا باغين يخرجوا اندريا ما بغاش تمشي مع ميشون حيت عجبها الحال في هاد المدينه، يعني ما غاديش تبقى مضاربه مع الزومبي مره اخرى. داكشي علاش مشات غير ميشون بحدها واندريا بقات معاهم. الحاكم ما سكتش وصيفط معاهم مارل وبعض الرجال باش يقتلوها، وميشون ما كانتش سهله وقتلت جوج ومارل ضربها رجلها ومشات. ومني هربت مارل قال داك اللي معاه بلا راه غادي يمشيو ويقولوا لفيليب حاكم بلا راه قتلوا ميشون، ولكن خونا ما بغاش يكذب عليه. ومني شافوا مارل بلا ما غادي يدير ليه شي مشكل قتلو وخلاه تما. ميشون ضربت ضربه خايبه في رجلها، كانت مخبيه في حط طوموبيل ويتبان ليها ماجي وغلين، وبانوا لها بلا راه ناس دراوش داكشي علاش كانت كتسناهم لبلاصه فين يمشيو باش تمشي عندهم وتنضم ليهم. ومارل لقاهم تما حيت هو كان تابع ميشون، ومني لقاهم قال لغلين بلا راه نسى كلشي وقال ليه بلا راه باغي يمشي يشوف خوه دارل. غلين وماجي ما بغاوش، داكشي علاش غدرهم وشد ماجي وداهم بجوج لود باري. ميشون سمعاتهم ملي كانوا كيهضروا وعرفت حتى البلاصه فين ساكنين يعني الحبس. دارل كان مريح وكيسمع شي صوت وكيحسب ليه بلا غير شي زومبي وناض باش يقتلو، ولكن لقى كارول اللي كانت مازال عايشه. ومني داها دارل ريك فرح بها بزاف في الوقت اللي وصلت فيه ميشون للحبس، وكانت هازه معها البارطاج ديال غلين وماجي. دخلوها وبداو كيستجوبوا فيها وقالت لهم كل شيء داكشي اللي وقع مع مارل. ريك ما كانش طايق فيها، ولكن واخا هكا بغى يمشي هو ودارل يتاكدوا ويدوها معاهم. مارل كان كيعذب في غلين باش يقول ليه على البلاصه فين كاينين، ومن بعد تعذيب كتير اعترفوا ليه ووراوه البلاصه فين كاينين الحبس زعما. ريك ودارل واوسكار وصلوا لود باري ومعاهم ميشون، وبداو كيقلبوا على غلين ولقاو البلاصه اللي فيها غلين وماجي. ومن بعد جاوا الحراس ديال وود باري وناضت والقرطاس بدا كيتشاير، واندريا ما كانتش عارفه باللي هذه المجموعه ديالها وكانت حتى هي كتطلق عليهم القرطاس. اوسكار كان كيعاون في غلين ومسكين جاتو قرطاسه ومات، وخرجوا كاملين الا ميشون اللي بقات كتسنى في فيليب حاكم. ميشون لقات واحد البنت اللي هي زومبي، وهذه هي بنت فيليب، وخا تحولات كان مخليها عنده. ومني وصلوا لقاها مع ميشون قال لها ندير اللي بغيتي غير بعدي من بنتي. وميشون بطبيعه الحال عارفها بلا زومبي ما بقاتش انسانه، خشات فيها السيف. والحاكم تجنن وبدا كيضرب في ميشون ضربات خايبي وبدا كيضرب ليها راسها مع الحائط كان غيقتلها. ميشون لقات واحد الزجاجة وهي تضرب عليه في عينه وكانت غادي تقتله، ولكن جات اندريا وكانت هازه السلاح على ميشون ومشات ميشون وخلاتهم. دارل شدوا الرجال ديال الحاكم وعرفوا بالله خوه هو مارل، داكشي علاش دار ليهم ماتش بيناتهم واللي بقى زعما حي هو اللي غادي يعيش. واندريا شافت دارل ديك الساعة عرفات بلا الجروب اللي كانت كتيري عليه هما جروب ديال ريك. ومن بعد مطايفة صغيرة طافقوا الخوت باش يقتلوا الزومبي، وبطبيعة الحال ريك ما غاديش يخلي دارل في هاد الحالة وجا باش يعتقو. وفعلا داكشي اللي دار ريك، ولكن كاين واحد المشكل اللي هو مارل اللي ما كيحملوش لا غلين ولا ميشون، وميشون كانت باغا تطير ليه راسو، والثعلب ما كتحس بيه بلا نادم على حتى شي حاجة. والمشكلة الأخرى هو دارل ما باغيش يخلي خوه حيت بطبيعة الحال ما جاتش، وريك كيطلب فيه وقال لي حاول تفكر مزيان وبلا حتى شي نتيجة. ومشى دارل مع مارل وخا عارف خوه بلا جلاخة. ومني كان هو وياه عتقوا واحد الناس في القنطرة، ومارل كان باغي يدي ليهم بارطاج اللي عندهم، ولكن حبسوا دارل وتم غادي نيشان للحبس حيت ما عاجبوش البلانات اللي كيدير خوه. ونرجعوا للحبس اللي كانت الامور غادا هي هذيك، حتى ضربت اكسل قرطاسه للدماغ، هادشي حنت الحاكم فيليب وصل وكان معاه سلاح وكان باغي اليوم يقتل كلشي. واحد ترونسبور دخل في السياج ديال الحبس، وها ترونسبور كان فيه زومبي كان عامر نيت زومبي، وهرشل كان في الجردة ديال الحبس وكانوا جايين ليه زومبي، والحاكم والرجال ديالو مشاو بحالهم بعد ما داروا روينة ومشاو. ريك كان برا وتحامى عليه الزومبي وكان غادي يقتلوه حتى الجهد ديالو داك يتقاضى هو يجي دارل ومارل اللي عاونوه وقتلوا معاه الزومبي. وقلين عتق هرشل اللي كيف قلنا كان في الجريدة. الحمد
لله قضية خرجت سالمة، ولكن صحابنا عارفين دابا الحاكم علاش قادر. أندريا وصلت عندهم للحبس باش تشوفهم، وفي نفس الوقت جات باش تصالح ريك مع الحاكم، ولكن صحابنا كاملين ما باغينش تصلح مع هاد الحاكم، حيت هما اصلا ما داروا ليه والو. وهاد أندريا هذه بحال بدات كتفقدهم شوية، حيت هي عارفة الحاكم هو اللي ظالم، ولكن في نفس الوقت عاجب الحال وباغا تبقى معاه. ميلتون صاحب الحاكم كان في الاول متفق مع الحاكم على اي حاجه كيديرها، ولكن من بعد بدا كيتنادم مع الحال، حيت عارف بلا فيليب مريض بزاف، يعني بسبب هادشي اللي كيدير. ريكو كارل وميشون مشاو يقلبوا على السلاح، بطبيعه الحال حيت عارفين بلا الحاكم عنده سلاح بزاف، ويغلبوا حتى عدد الناس اللي عندهم كتير، وهما كيدوروا لقاو واحد البلاصه اللي محوطه، يعني كاين شي واحد في هاد البلاصه، حيت هو داير هادشي على قبل الزومبي. وهما في طريقهم وقفهم واحد السيد من الفوق وقال لهم ما تحركوش، من بعد بدا كيتيري عليهم، وريك بطبيعه الحال بدا كيرد عليه. من بعد خونا هبط، وخونا حتى وصل لريك وكان غادي يقتلو، وخرج ليه كارل وهو يضربو طاح دوده. قلبوا ريك لقاه بالله لابس واقي الرصاص، ومن حيد ليه الكاسك من راسو لقاه بالله مورغان، ومورغان هو اللي اعتق ريك في البدايه ديال المسلسل وهو اللي عالجو. ومورغان ما كان سهل ودار افخاخ في البيت ديالو قدام ديال الباب وحتى في الدروج، وكانت ميشون كانت غضرب واحد السبيب، والحمد لله شافوا ريك وتفاوتوا عليه، ومن طلعوا البيت ديالو لقاوه كامل عامر سلاح وقنبول. وهادشي غالبا مورغان غيكون لقاه في لاباز، كانوا بزاف ديال الاسلحه. وريك لقى حتى داك الراديو اللي كان عطاه في الاول لمورغان، يعني مورغان كان كيتسنى ريك يعيط ليه. كارل خرج هو وميشون باش يمشي يجيبوا واحد التصويرة اللي فيها هو أمو وريك، حنت باغي اختو الصغيرة تشوف امها. ومشاو وميشون لواحد البلاصة بحال اللي قلتي كانوا كيتجمعوا فيها العائلات وكيحطوا التصاور ديالو، ولكن المشكلة ديال هاد البلاصة هو عامرة زومبي. وفعلا بعد ما قتلوا الزومبي جابوا ديك التصويرة. نرجعوا لمورغان اللي فاق، وكان حداه واحد الموس، وجبد الموس وهجم على ريك وخشاها في كتف ريك. ريك اللي حاول يهدنو وقال ليه شكون هو، حنت مورغان مصدوم. مورغان تصدم وما بقاش كيف كان، حيت مورغان كان عليه يقتل مراته شحال هادي، ومني ما قتلهاش مراته كلات ولده الصغير دوين. وهنا مورغان عاد قدر يقتل مراته بعد ما قتلات ولدها، ومن ديك الساعه مورغان ما بقاش هو هذا، بحال كيحمل راسه الذنب ديال الموت ديال ولده. ومورغان قال لريك بلا ما كانش يهضر معاه كيف دار معاه، حنت ريك كان قال ليه بلا كل فجر غادي يعيط ليه، وهادشي اللي ما دارش ريك. ريك عرض عليه باش يجي معاه للمجموعه وينضم للمجموعه، وقال ليه بلا راه عندنا بلاصه زوينه في الحبس ويمكن لك تعيش معنا، ولكن مورغان رفض. وريك طلب منه ياخذ سلاح، وقال ليه مورغان خذ اللي بغيتي. خاد ريك داكشي اللي قد عليه وهبط من عند مورغان، وتلاقى مع ميشون وكارل. أندريا جمعت ريك والحاكم باش يتصالحوا ويعيشوا كاملين بسلام، وبقات كتهضر أندريا. من بعد الحاكم طلب منها باش تخرج، ومني خرجات الحاكم قال لريك بلا هو ما باغي منه والو غير يعطيه ميشون، وما غادي يقرب حتى شي واحد فيهم. ريك ما جاوبوش، ولكن عارف هاد خونا علاش قاد، يعني غادي يعذب ميشون بزاف. المشكله هو حتى لا طريق ميشون للحاكم ما غاديش يرضى بهذا الشيء، وغادي يقتلهم غادي يقتلهم، ولكن ريك بحال طيقو. ومن خرج ريك ما قال حتى شي واحد على البلان اللي قال لي الحاكم باش زعما يعطيه ميشون، وفاش مشى حتى للناس اللي معاه قال لهم راه ما متفقينش ووجدوا راسكم للحرب. نرجعوا للحاكم اللي موجد بلاصه فين يعذب ميشون، وكيف قلنا ميلتون اللي تنادم مع الحال وره هذا الشيء لاندريا وقال لها شوفي خونا اشنو غادي يدير، ولكن اندريا ما عارفاش شكون اللي غادي يتعذب في هذه البلاصه. واندريا بعد ما تاكدت بالله الحاكم غادي يهجم على الحبس مشات كتجري باش تقولها لهم، ولكن تبعها الحاكم وحتى قربت اندريا للحبس هو يشدها وداها للبلاصه ديال التعذيب. ريك فكر بزاف وصافي قرر باش يعطي ميشون للحاكم، وقالها لدارل، ومن بعد مشى لمارل باش هو اللي يدي ميشون للحاكم. وفاش داها مارل ريك بدا كيراجع في راسو وعرف راسو بالله غلط، وهو حكم على انسان اولا ميشون بالاعدام، وكونها كانت غتعذب خونا غيعذبها. ومشى يجري باش يحبس مارل اللي كان ضرب ميشون وداها معاه، ودارل تبع خوه باش يوقفو قبل ما يعطي ميشون للحاكم. مارل كان غادي بميشون للحاكم وكيهضر معاه، وميشون حتى هي كتهضر معاه، وهما غادين في الطريق مارل وقف
أيه وقف وهبط ميشون قال لها سيري بحالك. ميشون اللي كانت بصدومة من هادشي اللي دار مارل. ميشون كانت راجعة للحبس وتلاقات مع دارل وقالت لي على البلان اللي دار مارل. وهنا دارل عرف بالله أخوه غادي يمشي يهجم على الحاكم. ومارل كان كيطلق الموسيقى وتيجي بحداه الزومبي باش يديهم معاه. فعلا جمع بزاف وداهم للبلايصة فين كاينين الرجال ديال الحاكم وهما كانوا مبرصتين مع الزومبي. ومارل كيقتل فيهم. شدوا مارتينيز وفيليب اللي قطع عليه صباعه وعذب مارل مزيان. وفيليب قتل مارل قتله خايبه بزاف. ودارل وصل ليه ولكن وصل معطل من بعد ما اخوه ولا زومبي. دارل واخا اخوه كان خايب بزاف ولكن كان عزيز عليه بطبيعة الحال اي واحد عزيز عليه اخوه. وفي الاخر قتله. ريك صيفط هيرشل وكارل وبنته بيت باش يبعدوا حنت اليوم غادي تكون الحرب. نرجعوا لفيليب حاكم اللي عذب صحيبه ميلتون وقتله قدام اندريا وخلاه حتىها باش يموت على خاطره من بعد يهجم على اندريا من بعد ما يتحول. وكان ميلتون كيحاول يعاون اندريا قبل ما يموت. واندريا كان حداها واحد البانس وكتحاول تهز داك البانس باش تفك راسها. وميلتون بدا كيتحول وهجم على اندريا. ونرجعوا للحاكم اللي جمع الرجال ديالو وتمو غادي النيشان للحبس. وفاش دخلوا بداو كيتيريو ولكن حتى شي واحد ما كان كيرد عليهم غير هما كيتيريو غير عشوائيا. ودخلوا حتى للحبس وما لقاو حتى شي واحد. وهنا عرفنا بلي ريك داير خطه وخطه مدروسه. وفي غمضه عين هجموا على الرجال ديال الحاكم وبداو كيقتلوا فيهم. والرجال ديال الحاكم كاملين هربوا وحتى السلاح اللي برا خسروه ريك وصحابه. وحيت ما بقاش عندهم القرطاس كل شيء هرب. وهذه خطه زوينه حيت هما قادوا القرطاس في الاول وكانوا معولين على داك الرشاش اللي خسروه ريك وصحابه. وهما غادين وقفهم الحاكم وهبطهم كاملين وبدا كيقتل فيهم. قتل كل شيء قات غير واحد البنت اللي كانت تحت من واحد الجدة وكان حتى غادي يقتلها ولكن ما بقاش عنده القرطاس بالفردي ديالو. والحاكم خلى غير مارتينيز وشومبير هادو هما الجوج اللي بقاو معاه اللي داهم معاه ومشى. صحابنا بغاو يمشيو لود باري باش يقتلوا الحاكم ويتهناو من شره. وهما غادي يلقاو في طريقهم دوك الناس اللي كانوا مع الحاكم كاملين مقتولين الا البنت اللي قلنا تخبات ليه. ومن الريك والمجموعه مشاو لود باري. تايريس والساشا ما كانوش باغين يدخل حتى عاد بالهم الحاكم هو اللي مزيان والريك هو اللي انسان خايب. ولكن خرجت لهم كارين وعاودت لهم على البلان كامل. هذه هي البنت اللي بقات حيه. وفعلا فتح لهم تايريس الباب جاني البلان بحال ديال رايقا وفوقا المهم اللي فرجين في سيف النار سيران. ودخلوا كيقلبوا على اندريا توصلوا للبيت ديال التعذيب ولقاو اندريا اللي كانت معضوضة. قتلت ميلتون ولكن كان عدها. ودابا اندريا غادي تحول طبيعة الحال بقات فيهم ولكن اندريا كانت هبيلة شوية وطلبت منهم فردي باش تقتل راسها براسها قبل ما تحول وتولي زومبي. ريك دمعه كاع الناس اللي كانوا في وود باري حيت الناس ضعاف وما يقدروش على الزومبي. داكشي لاش ريك بيوفر لهم حماية. ووصلوا للحبس وهنا واش غادي يعيشوا مزيان واش غادي يرتاحوا من كحل راس واش غيبقى هاد الحبس واقف ديما. هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الموسم الرابع من The Walking Dead. وإلا كنتي وصلتي لهنا دير لايك واشترك في القناة. هاد الموسم الثالث كتبان لوحو كامل ولكن لظروف معينة قسمتو لجوج ديال الأجزاء وما غاديش تكون ان شاء الله. وإلا عجبكم اصلا اني ندير جوج أجزاء مرحبا ما كاينش مشكل كتبوا لي في التعليق. يعني ندير جوج أجزاء في كل موسم، موسم الثالث موسم الرابع موسم خامس اكسيتر. المهم حتى لهنا نكون سالينا الفيديو لايك واشترك في القناة فضلا منك وتهلاو.